ينبغي علي أن تعلم أن أول واجب علي أن تشهد أن لا إله إلا الله. أول واجب علي قبل الصلاة وقبل الصيام والحج وقبل كل ما فرض الله عليك، ينبغي عليك أن تشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى ذلك أن تصرف العبادة كلها لله. كان الكفار يعلمون هذا المعنى وأسفاه وحسرتاه، وكثير من المسلمين جاهل بمعنى لا إله إلا الله الذي كان يعرفه الكفار الأولون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قالوا: هذه الآلهة كلها لا تستحق أن تعبد؟ أجعل الآلهة كلها باطلة لا يعبد إلا الله؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ وهذا معنى لا إله إلا الله، أن يعبد الله وحده. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا يصرف شيء من العبادة الباطنة ولا الظاهرة لغير الله، ومن فعل فهو مشرك. ولا تنفعك لا إله إلا الله حتى تأتي بشروطها، وشروطها سبعة. العلم المنافي للجهل فهو أول شرط. فالذي يقول لا إله إلا الله، اليهود يقولون لا إله إلا الله، والنصارى يقولون لا إله إلا الله، والذين يعبدون القبور يقولون لا إله إلا الله، الذين يسبون الدين يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون معناه. أول شرط من شروطها العلم، العلم بمعناها نفيا وإثباتا، علما ينافي الجهالة بقطع ويقين، أن تعلم أنه لا معبود بحق إلا الله. أول شرط. لا تنفع لا إله إلا الله أحدا لم يأتي بشروطها. فالذي يقول لا إله إلا الله ولا يحقق شروطها لا تنفعه، وإن قالها دهرا طويلا. فلا بد من العلم الذي ينافي الجهل، ولا بد من اليقين الذي ينافي الشك والريب والارتياب، ولا بد من الانقياد أن ينقاد للا إله إلا الله، ولا بد من الصدق فيها صدقا ينافي الكذب، ولا بد من الإخلاص إخلاصا ينافي الرياء والسمعة، ولا بد من الحب أن يحب لا إله إلا الله، وأن يحب ما شرع الله، وأن يحب ما فرض الله، وأن يحب أولياء الله، وأن يعادي أعداء الله، وأن يبغض ما أبغض الله. فلا بد من شرط المحبة، فإن لم يفعل فما صنع شيئا ولا تنفعه. ولا بد من القبول لها قبولا ينافي الرد. فهذه سبعة شروط لا بد من توفرها حتى تنفع لا إله إلا الله قائلها، وهي العلم واليقين والانقياد والصدق والإخلاص والحب والقبول. وإذا توفرت الشروط ووقع ناقض من نواقض لا إله إلا الله، كان ناقضا للا إله إلا الله خارجا عن ربحة الإسلام العظيم. ومن نواقضها الشرك بالله، هو الشرك الأكبر لأنه ينافي أصلها، والشرك الأصغر ينافي كمالها. الشرك بالله تعالى ناقض من نواقض الإسلام ومن نواقض لا إله إلا الله. وأيضا أن يتخذ وسائط بينه وبين الله، يدعوهم ويطلب منهم ويستغيث بهم ويذبح لهم، هذا ناقض من نواقض لا إله إلا الله. من لم يكفر الكافر أو صحح مذهبه أو ما هو عليه نقض لا إله إلا الله.
من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن شرع غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من شرعه، من اعتقد ذلك فقد نقض لا إله إلا الله وخلع رفقة الإسلام من عنقه. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به فهو ناقض للا إله إلا الله، خالع لرفقة الإسلام من عنقه وإن عمل به. أن يكره شيئا مما جاء به الرسول من الفرائض أو من السنن أو من الأخلاق، إذا كره وإن عمل به كان ناقضا للا إله إلا الله، خالعا لربحة الإسلام من عنقه. من استهزأ بالله نقض لا إله إلا الله. من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقض لا إله إلا الله. من استهزأ بالقرآن أو بالعبادات أو بالسنن أو حقر شيئا من ذلك نقض لا إله إلا الله. من أتى بالسحر عطفا أو صرفا نقض لا إله إلا الله. نواقض لا إله إلا الله مما ينبغي أن يعلم حتى لا يتورط المرء في شيء من ذلك تورطا وهو لا يعلم، وحتى لا يتقحمه تقحما وهو لا يدري ولا يفهم. دين الله عباد الله مؤسس على أصل أصيل، تعلموه وعلموه. هذه الأمة فيها خير وفيها خيرية، ولا يقوم أمرها إلا على العقيدة الصحيحة، لا على ملء البطون ولا على إقامة المباني الشاهقة ولا على تعبيد الطرق. قبل هذا كله لا بد من إصلاح العقيدة. لو صلحت العقيدة صلحت الحياة واستقامت الأمور وأتانا الله الخير دنيا وآخرة. أسأل الله رب العالمين أن يبصرنا بحقيقة الدين وأن يمسكنا بحبله المتين حتى نلقى وجهه الكريم، ونسأل الله رب العالمين أن يحفظنا وإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين، وأن يجمعهم على كلمة سواء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.